إذا متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. كنا معكم الصبح اليوم بتحديث حول الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي اللي أثرت على المملكة، وقلنا لكم إنه راح ينقلب الجو، كان الطقس مشمس. الآن كما نلاحظ الآن في منطقة مجمع الملك حسين للأعمال في غربي العاصمة عمان عم تأثر بفترات مطرية غزيرة. طبعا هناك ما يسمى بسحب برادية كثيفة تؤثر على مناطق مختلفة من المملكة، لا سيما الشريط الغربي من المملكة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، منطقة وادي عربة. هذه السحب الرعدية تجلب معها هطولات مطرية غزيرة، وتكون هذه الهطولات المطرية الغزيرة أيضا مترافقة مع تساقط لزخات من البرد، وبالإضافة إلى ذلك أيضا عم بكون في عندنا رياح قوية وعواصف شديدة من العواصف الرعدية. هناك تنبيهات جدية من مخاطر تشكل السيول، لأنه معدل غزارة الأمطار عالي جدا، وبالتالي قد يجلب لدينا سيول بسبب كثافة الأمطار في فترات زمنية قصيرة. لدينا مناطق مثل الأغوار الشمالية، منطقة دير علا، مناطق البحر الميت، مناطق في وادي عربة، مناطق الوديان في محافظة طي الكرك والطفيلة. جميع هذه المناطق هناك خطر حقيقي من تشكل السيول وجريان الأودية، وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه وعدم المخاطرة والذهاب إلى تلك المناطق هذا اليوم. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة حتى ساعات مساء يوم الجمعة، وتستمر هذه الأمطار اللي نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة حتى ساعات مساء هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. طبعا سنبقى على تواصل دائما معكم عبر منصات تحصل على المختلفة، سواء عبر تطبيق أو موقع أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. ومرة أخرى نكرر تنبيهنا الجدي من عدم التواجد في المناطق المنخفضة التي تكون إما مناطق أودية أو جريان بمناطق سيول يجري بها السيل عادة. فإن شاء الله يعني تكون جمعة مباركة عليكم. اليوم نفضل تكون في بيوتكم أو في مناطق قريبة، ما تطلعوا أي مناطق وتغامروا. حتى لو كان الطقس مشمس في منطقتك الآن سيتحول إلى أمطار بعد قليل، كما حدث في العاصمة عمان والعديد من المناطق والمدن الأردنية. كان معكم محمد شاكر، إلى اللقاء.